قدر ما انه في بعض الاتراك او قسم من الاتراك صاير عندهم رغبة قوية بانه السوريين يغادروا ويرجعوا الى بلادهم، بنفس الرغبة بنفس القوة والشدة صار في رغبة عند السوريين بانه يغادروا تركيا. السوريين بدهم يتركوا تركيا، اللي عم بيصح له يطلع على اوروبا، اللي بيصح له على بلد ثالث، يصح له على مصر يرجع على سوريا. نحن بدنا نوصل لهم يا اخي بقدر ما انتم كرهانين وجودنا، نحن صرنا نكره قعدتنا هون وحابين نرجع اما الى بلادنا واما نروح الى بلد ثالث، ولكن خيارات السوريين محدوده. قلت له تعالي تفضلي اقعدي، قلت له تفضلي اقعدي، قال انا بكرهكم، قال سيز نفرت يعني انا بكرهكم. عم ننبه لخطورة التجيش الاعلامي، يعني نحن قاعدين بمكان عام، بمكان عام وما نزعجين حدا ولا عم نعمل اي شيء غلط. انا والدكتور سليمان اثنيناتنا يعني واحد صحفي واحد دكتور، لا أنا عم نأرجل، لا أنا عم نسيء بالشارع، لا عم نعمل شيء غلط، عم نشرب شاي. بتجي وحدة نتيجة أنه هي محتقنة من الإعلام، بتجي بتقلك أنه أنتوا مو خلصت الحرب ببلادكم، يلا تفضلوا. بكره بيجينا واحد معتوه ممكن يكون مسلح، يعني انا والدكتور اثنيناتنا ناس يعني خمسينيين وقاعدين، لاننا مسلحين ولاننا عم نسيء ولاننا عم نعمل، بيجي نتفاجأ بحدا بيجي بيتعدى عليه، شو نعمل؟